أنا اسمي أحمد حلمي، خريج قسم الديكور معهد عالي للفنون المسرحية. والنهاردة بتكرم كممثل، فبنصح أي حد عايز يمثل يخش قسم الديكور على طول. قعدت أفكر هقول إيه، فلقيت إن مفيش ولا دكتور في قسم التمثيل درس لي. ولا ايوه ما ده انا جاي في الكلام. وبعدين قعدت افكر في اساس قسم الديكور، ولو طلعت قلت ما هم درسوليش تمثيل برضو، فده الموقف المحرج اللي انا فيه. بس عايز اقول باختصار شديد جدا جدا ان انا حقيقي وقتها كنت بدرس ديكور فعلا، فادني الديكور في حاجه عشتها بعد سنين. حقيقي انا اتعلمت في الديكور الايقاع والتمثيل ايقاع، اتعلمت الالوان والشخصيات الوان، اتعلمت بجد بجد. فعشان كده انا بشكر كل الشكر لدكاتره الديكور، لان هم ارجوكم برضو مهما كان باساتذتي ودكاترتي برضو الواحد بيبقى واقف مرعوب على فكره، بشكرهم بجد شكر كبير جدا، لان هم ليهم فضل كبير قوي في وقفتي النهارده بتكرم. بشكر تاني حد شكر خاص خاص الى ابعد الحدود، دكتورة سميرة محسن، لان هي حقيقي هي اول حد اتاح لي ان انا اقول اول جملة حوارية تمثيلية في مهرجان المسرح العربي سنة 93 قبل ما اتخرج. كنت بعمل ديكور المسرحية دي، والموضوع جه بالصدفة شديدة. دكتورة سميرة بصيت لي كده وقالت لي انت اللي هتعمل دور عباس حرشة. وانا كل الوان ومبهدل وبتاع، فمعرفش بقول توسمت فيا ايه ساعتها، بس اعتقد توسمت فيا شيء انا عرفته النهارده. وبشكر ابويا الله يرحمه، لانه اتفرج عليا في مره من المرات وبعدين بص كده على الشاشه في مشهد كوميدي، وبعدين بص لي كده قال لي دمك خفيف يا ابن الكلب. الله يخليك. فقلت له انت كده هتاكد لي فعلا ان انا دمي خفيف، قال لي اهم حاجه ما تتاكدش انك ابن كلب. وده حقيقي حصل. بشكر ابويا لاني احتمال اكون ورثت منه الدم الخفيف. بشكر اداره المعهد العالي للفنون المسرحيه والاكاديميه كلها، النهارده بالتكريم ده ادوني حافز قوي قوي جدا جدا ان الواحد النهارده هو متخرج بقاله 60 سنه شيء. ألف ألف شكر للمعهد، المعهد قضيت فيه أجمل أيام حياتي حقيقي. والنهاردة أو مهرجان المسرح العربي ويوم تكريم المكرمين أيام ما كنا بندرس ده بالنسبة لنا كان يوم عيد. دي رسالة بوجهها لطلبة المعهد، حبوا قوي 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 معهدكم، هيديكم على قد ما تحبوه، وأنا متشكر قوي.